مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه وصفه جدا سهله وسريعه، عجينه البوف باستري بالشوكولا. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. عندنا العجينه اول شيء، بترك الشوكولا زي ما هو، بحط الشوكولا على النص. بطويها بهيدا الشكل، كمان نفس الشي من هالميلة بطويها. بلش بهيدي الطريقة، بعملن بهيدا الشكل. طريقتها كتير سهلة وسريعة، شفتوا كيف؟ عم حمل الفرن اكيد على درجة حرارة 250. بهيدا الشكل. عندي كمان زبدة دايبة بدهنها بالزبدة. هلا بحطها على ورق الزبدة وبدخلها على فرن حامي على درجة 250. هيدي فطيرة الشوكولا اللي عملتها أنا وياكن، هيدا الشكل النهائي. واو، شكل كتير حلو. هيدي لازم بس نسكرها نكبسها منيح عشان فتحت معنا. هيدا الشكل النهائي. هذه فطيرة الشوكولا اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.